السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح اختبار لمادة العلوم للصف الثالث الفصل الدراسي الأول. أرادت سلسبيل أن تتناول وجبة تحتوي على النشويات، فأي ستتناول؟ طبعا تتناول ماذا؟ المعكرونية. صح أم خطأ؟ النوم وممارسة الرياضة يجعل الجسم صحي. طبعا هنا صح، لسنا والعظام قوية اللي هي تناول الدهون اللي هي خطأ. شرب الماء يقلل من الصداع والجفاف، الإجابة صحيحة. اللحوم والأسماك من مجموعة البروتينات، الإجابة صحيحة. طبعا هنا فوق اللي هي الدهون والسكريات، تحت اللي هي النشويات، تحت النشويات. الآن ننتقل إلى هنا، عندنا يتناول محمد كمية كبيرة من السكريات والدهون، هل ما يفعله محمد صحيح؟ طبعا هنا لا، لأن تناول الدهون والسكريات بكمية كبيرة يضر بالقلب ويصيب الإنسان بالسمنة. ظل الإجابة الصحيحة، تناول كميات غير كافية من الطعام تصيب الإنسان بالنحافة، قيام بحركات تزيد من سرعة نبضات القلب مثل التمارين الرياضية، عندنا هنا البروتينات تساعدنا على النمو، النشويات تمدنا بالطاقة، منتجات الألبان اللي هي تقوية العظام والأسنان، الفواكه والخضروات تقينا من الأمراض. هذا هو ملخص العلوم للصف الثالث الفصل الدراسي الأول. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو.